السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمام الإماري والحمام العصافير. النهاردة إن شاء الله كنا هنصوركم على اليمام الإماري، بس لقيت اليمام البلدي باظ ما شاء الله، أول بيضة أهي، فقلت إيه أصورهولكم النهاردة. طبعا زي ما إحنا متعودين اليمام البري أو البلدي بيبقى يعني في رعب شوية، فما بنفتحش القفص وإحنا بنصور أو بنبص على البيض او بيقف لنا كده عشان نصوره في هدوء. طبعا زي ما احنا عارفين اللي هو بيخاف شوية وجبان جدا وكده، عشان كده ايه بتبقى التصوير فيه اللي احنا بنصوره قليل، بس لو لقينا حاجة عنده بنبتدي نصورها كده ايه ونوريها لكم. طبعا زي ما احنا متعودين اليمام تربيته البلدي عامل زي اليمام الامري بالظبط، مفيش اي مشكلة فيه. بيختلف الجينات بقى اللي عنده، اللي ده هادي وده خواف شوية. والاكل برضك نفسه هو الاكل، الكلفة بتاعت الحمام، اكل العصافير، الماية برضك مفيش اي مشكلة. تربيته برضك سهلة وبسيطة. يفضل ده الوحيد اللي انا بفضله اللي هو بيتربى في جماعات وفي اوضة كبيرة، وبيحب مثلا ما فيهاش اضاءة جيدة قوي، بيبقى مثلا الضوء بتاعها خافت شوية غير الاضاءة العالية. بيبقى مثلا في الاوضه اللي انت هتربيه فيها بتبقى فيها طبعا شباك بيديهم برضك اضاءه كده وهواء وتهويه حلوه، وبيحب يعيش في الاماكن العاليه. طبعا ما تيجي تحطه في اوضه او حاجه بترصص في اقصى علو الاوضه، يعني السقف كده تبتدي تحتيه تحط مثلا اسكت، هتحط قفصه مثلا بتاعت اللي بتحط فيها طماطم وخيار او صفايح او مثلا خشب وسندات وفي طواجن كده، الحاجات دي كلها هو بيحب ايه يعشش فيها. ومثلا لو مثلا تحط مثلا زي شجرة ناشفة كده في النص كده بيحب برضه الجو الطبيعي اللي هو فيه، ومن مناعته شديدة شوية. فبقولك انا بفضل اللي هو ايه تربيته الجماعي، عشان اليمام البلدي او يمام النخيل ده بيبقى ايه المناعة عنده قوية شوية غير اليمام الامري. فسبحان الله ده يمام وده يمام، بس تحس اللي هو اليمام البلدي ده مناعته قوية ونشف جدا، نشف شوية عن اليمام الإمري. طبعا برضك مدة التزاوج بتاعه والتخسر بتاعه طول السنة بيدنه شغال، مفيش أي مشكلة فيه. بيبيض البطين برضك، انت برضك ونصيبك فيهم طلعوا ذكر وانتهي، طلعوا انتهيتين طلعوا ذكرين، بس الأغلب يعني واللي احنا بنشوفه على طول هو ايه ذكر وانتهي. ويتميز برضك بحلاوته وبشكله، هو بني مفيش اي مشكلة فيه، بس برضك ليه ميزة كده لوحده سبحان الله، بيبقى لذيذ برضك في تربيته مفيش اي مشاكل فيه. ممكن يتزوج الامري عادي مفيش اي مشكلة. يتجوز برضك اي نوع تاني مفيش اي مشكلة، طالما نفس الفصيلة بيتجوز اي حاجة. لكن طبعا ما ينفعش يتجوز حمام، ما ينفعش يتجوز اي حاجة غير الفصيلة بتاعته. تختلف بقى الالوان الاشكال، دي بطربوش، دي فولة، دي بمحبس، مفيش اي مشكلة فيهم. غير اهم حاجة يمام، يمام يتجوزوا مفيش اي مشكلة. البلدي ينفع يتجوز الدكر، الامري ينفع يتجوز نتاع الامري، والدكر البلدي ينفع يتجوز كده عكس بعض، يعني مفيش اي مشاكل فيه. ومراحل التخصر بتاعه برضك البطين، وفي الصيف طبعا ممكن يقعد من 18 ل 20 يوم، في الشتاء ممكن يزود 25 26 يوم. مفيش أي مشكلة فيه في الإنتاج بتاعه طول السنة، بس أهم حاجة ده بتوفر له الهدوء فوق الهدوء، يعني عايز الهدوء قوي جدا. مش عايز أقول لكم اللي هو هدوء، واللي برضك عايز يربي كل جزء لوحده ويربي كل جزء لوحده مفيش أي مشاكل فيه. ودي طبعا دي اول بيضه تبيضها النهارده، انا اتفاجئت بيها بصراحه، جيت ببص لقيتها راقده. مش شرط ان هي ترقد على البيضه اول ما تبيض، لا، تبيض بيضه بيض بيضتين ممكن ترقد عليهم اول ما تبيض البيضتين بترقد، يعني ممكن تبيض البيضه وتلاقيها قايمه بتاكل وتشرب واقفه وسايباها. لا ما تقلقش مفيش اي مشكله، هترجع تاني تبيض البيضه التانيه وترقد عليها. بس المشكله اللي دي يا رب تكمل على خير زي ما انا متعود اللي هي بتبيض على طول، ومشكلتها بتقعد فترة وتبقى ايه قايمة من على البيض. معرفش ده خوف منها او دي مشكلة فيها مش عارف، بس هي نجحت معايا مرة او مرتين، غير كده ما بتكملش على البيض، ممكن تكسر البيض من خوفها، بتنط على البيض تلاقي اتكسر، ممكن مثلا تنقره برضه خوف، ممكن من العفرطة بتاعتها اول ما اشوفني معدي من جنبها مثلا بصور في جنبها بتحرك او كده تلاقي قامت من على البيض جري وقعدت رفرف في القفص. زي ما انتوا شايفين اهو مش واقفين هاديين، لو لقوا خرم ابره زي ما بيقولوا في القفص هيهربوا منه. هو كده سبحان الله طبيعتهم كده،
متعودين على الجو البرة، الحياة البرية اللي برة، غير اللي انت تحبسهم في ايه كل جوز مع بعض. وفي ناس بتنجح عندها كتير، سواء بتربي جماعي او سواء بتربي اجواز في قفص، مفيش اي مشكلة، بيربوهم وناجحين فيهم برضك، وسبحان الله يعني. فاحنا بنقول الحمد لله على الجوز اللي عندنا. والله وانا عمال ادور عليه كتير، عايز اشتري، الناس بلاقي عندها صغير والناس ما بلاقيش عندها، ومفيش فرصة ان انا انزل لسوق السيدة عيشة، طبعا متوفر فيه كتير، اللي انا اجيب منه ان شاء الله بامر الله كده، ربنا يسهل على القريب ان شاء الله اجيب. طب نعرفه منين اذا كان شغال او مش شغال؟ طبعا الشغال بتلاقي على صدره تحت منقار اهو الريش الاسود ده، سواء في الذكر وسواء في النتاية، ده كده بيبين لك اللي هو شغال. الزغلول ما بتلاقيش في صدره السواد اللي تحت بقهم ده خالص، ما بتلاقوش، بتلاقي ريش كله لون واحد، ده الزغلول. والشباب بيبتدي ايه، السواد او السمار بتاع الريش اللي تحت بقه كده في صدره بيبقى ايه، خفيف شوية. لكن الشغال زي ما حضراتكم شايفينه ده بيبقى ايه، الصدر بتاعه مليان سواد وحمار كده في الريش، ده بيعرفك اللي هو ايه شغال. كده عرفنا ايه الشباب والشغال. طب نعرف منين بقى الدكر من النتاية؟ اول حاجة في اليمن بلدي الدكر بيبقى محمل شوية عن النتاية، بيبقى اكبر منها شوية ودماغه بتبقى عريضة. لكن النتاية اللي على الشمال دي بيبقى دماغها صغيرة ومسحوبة وبتبقى عاملة زي البلية كده صغيرة خالص، غير الدكر بيبقى دماغه ايه اكبر منها. بصوا الفرق، لو تلاحظوه بتلاقي النتاية ودماغها صغيرة شوية عن ايه، عن الدكر. تاني حاجة اللون بتاع الدكر بيبقى أفتح من النتاية، النتاية بتلاقي جسمها كله غامق، يعني نفس اللون الدكر بالظبط بس غامق، لكن الدكر بيبقى جسمه إيه، فاتح شوية، محمر بس فاتح وبني بس إيه، فاتح شوية، غير النتاية بتبقى إيه، فيها غمقان كده شوية أهو. لو تبقوا برضك تلاحظوهم مع بعض تلاقي إيه الغمقان بتاعهم. غير بقى الناس اللي فاهمة فيه أو الخبرة فيه، بتمسكه تقلبه وتبص على الصوابع وتبص على الشوك. وبرضك في حاجة تانية، لو عايز تعرفه شباب او زغاليل او كده، برضك نفس في كل الطيور في كل الدنيا، ان انت تفرد الجناح وتشوف عليها كام ريشة، تعرف اذا كانت شباب او عليها مثلا لسه ريشتين، عليها خمسة، عليها ستة، الحاجات دي. بس انا بديك يعني ايه حاجة كده، ايه ميزة اللي انت ايه تعرفه على طول من غير ما تمسك اليمامة دي، عشان اليمامة دي في مسكتها لو حد بيبيع لك اقول لك لا ما تمسكهاش. ليه بقى؟ من خوفها وكده بتلاقي ممكن نص ريشة طلع في ايدك، هما كده سبحان الله ما يجوا يخافوا تلاقي ريشهم ساب في ايدك، ممكن تمسكها من ديلها كله يقع، ممكن مثلا تمسكها من جناحتها او تمسكها ماسكه غلط تلاقي ريشها كله عمال يقع في ايدك. فطبعا انت كده هتضايق ايه، اذا كان البايع ولا المشتري هيبقى شكلها وحش، مش هرضى اشتريها، هيقولك انت ايه بتوقع لي كده البيع ولازم تشتريها. فانت لا غنى عن الماسكه دي بتاعتها، اللي انت يعجبك اللي انت ايه تمسكه تنقيه على طول. اول حاجة تنقي الدكر تبص عليه فاتح خلاص، كنت عايز جوز او جوزين تبتدي ايه تاخد منه، وتبص بعد كده على النتاية. طبعا برضك جسمها صغير، دماغها صغيرة، تاخدهم طبعا تنقضهم اذا كنت هتاخد جوز او اتنين، وتبتدي ايه تحطهم كلهم مع بعض. اذا كنت عايز توفق دكر وانت في قفص مفيش اي مشكلة، غير اللي انت مثلا ايه تقعد تمسك وتعمل وكده. برضك تربيته جميلة ومش غالي التمن، برضك الجوز هتلاقيه وصل في الغلو اللي احنا فيه ده مع انهم بيصطادوه، هتلاقي الجوز وصل بخمسين ولا ستين، او على حسب مثلا اللي بيبيعه يبتدي باربعين. انت وشطارتك برضك في الشراء، هي هتقف عليك انت وانت بتشتري، اذا كنت هتعرف ترخص او تجيب زي كده، او مثلا تعرف انت يعني انت ايه شطارتك على البيع، اذا كان في محل عصافير او هتنزل السوق او كده. دي كانت حلقتنا النهاردة عن اليمن البلد النهاردة، ودي اول بيضة ان شاء الله اهي بيضتها. نبص بقى على البيضة التانية ونشوفها ازاي هترقد. طبعا تصوير معلش هيبقى على البلدي قليل لحد ما نشوفها، بس هتعمل ايه اذا كانت هتكمل رقود او هتكسر بيض او هتطلع. احنا كده كده مع بعضنا ان شاء الله، وان شاء الله ايه هنبتدي ايه نصورهم كده ايه مرحلة مرحلة، انا هبص عليهم وهشوفهم وربنا يسهل ونشوف حاجة منهم زغل منهم. هي دي ايه الحاجة الوحيدة اللي احنا ايه مستنيها منهم. وادي ايه اول بيضة، وادي الركن اللي هي طبعا استريحت له وبضت فيه، طبعا ولا هبص لها تاني ولا هبص من خوفها دايس على البيضة ازاي.
طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.